قضية انضمام الدول الجزائر هلال العرب السوداني إلى نادي هانوفر الألماني أصبحت مسألة وقت فقط، وهو ما أجمعت على تأكيده العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، منها تقرير لصحيفة بيلد الألمانية التي أكدت يوم الاثنين أن هداف نادي دينامو زاغرب بات على أعتاب أبواب النادي الألماني بعدما مات موافقته المبدئية للانتقال للعب في البوندسليغا. صحيفة بيلد أكدت أن السوداني كانت له مباحثات مع مناجير النادي الألماني ديريك دونفنر الذي تنقل إلى العاصمة الكرواتية زاغرب لمناقشة الموضوع مع إدارة نادي دينامو، وشكلت الفرصة مناسبة لجس نبض مهاجم الخضر الذي أظهر حسب ذات الصحيفة رغبة كبيرة في خوض تجربة جديدة خارج البطولة الكرواتية. للإشارة فإن نادي هانوفر يعتبر من بين الأندية الأوروبية الأكثر إصرارا على التعاقد مع المهاجم السابق لجمعية شلف.